كده دي مكالمة صوتية، و عندي الفيديو الحسي طالبي، ويمكن قبل مرفوع في السوشيال ميديا طالبي أبو رحف، ومرفوع في السوشيال ميديا، شافوه الناس طبعا في الخرطوم والسواطير والضرب بتاع النار وكده وبتاع وقلع. طيب، أول حاجة أنا ما أصلا ما معترف بأنه في حكومة ذاته، عشان نقول وين الحكومة ولا كده ولا بتاع، الموضوع ده مفروغ منه. معروف إن إحنا اتكلمنا كتير وقلنا دي دولة بتاع الجنجويت ورباطة وكيزان وبتاع، والكيزان برضه مساهمين برضه في الجريمة، لأنه يقول لك يا أخي خلي البلد تكون فوضى، بعد ذاك المواطنين يقولوا يا أخي يا حليل النظام السابق وكده وبتاع، عشان يجي راجعين بشكل تاني. ما ممكن القوات الموجودة أكتر من القوات السابقة زمان عمر البشير، يمكن قوات ثقيلة جدا قادرة تحمي المواطن في كل المحلات، لكن لعبة طبعا، هي أصلا محبوكة وملعوبة زي ما قالوا عموما. وقبل اليوم برضو في اتكلمنا كثير وقلنا أبناء الشمال أكتر من أنا 60 لايف كان بدري، كنت واقف معاهم وكلمتهم وكده، والمجرمين يتحاكوا بتاعه ورفضوا، وطبعا في ناس منهم يعني جزء كبير جدا كمان مش صغير خسيسين جدا معفنين جدا يا زول، فما دايرين يا زول حرية سلام وعدالة ينطبق على أرض الواقع. أنا عندي أنا في ناس كتير بيتصلوا لي، وفي جروبات كتير جدا أنا عندي لها هنا، وعندي زومهم هنا وبرسلوا لي. شوف أنا داير أقول لك حاجة، في أي جروب في واد حلال، أعرف التفاصيل والبرنامج الجاري والوسخ والعفن، لسه في وسخ كمية بتاعت وسخ. عموما تتحمل المسؤولية طالما أنت ما دارين جدودكم الخريفين ودارين تفرتوا هنايد اسمه أحزابكم دي. أنت شفت حاجة؟ ذكر قبل اليوم أنا في لايف قلت لكم يا أخي نحن والله اللي حصل لنا في دارفور ما متمنين إنه يحصل لكم أنتم، لكن في كمية بتاعت وسخ وعفانة قلنا، وأنا شهدت ربي إنه حصل لنا في دارفور، قلت إن شاء الله يحصل لكم في لايف كده، قلت إن شاء الله يحصل لكم تشوفوه بعيونكم بعد أكثر يوم. كويس؟ لأنه وسخ جدا ولسه. وشوف أنا أديك لعبة المفتوح وكلكم عارفين الكلام ده، ما كثرة التكرار علم الحمار، والناس كلها فاهمة، وأنا ما مستحضر بالناس اللي بيشاهدوني هنا، وفي ناس متعلمين وفي ناس أذكى مني أنا بمراحل، بس لكن يعني ما قد يطلعوا لايفات، يقلقوا بيكتبوا كده وبتاع. طيب، وهم عارفين كويس إنه حميدتي بأخويا أخوك ما بنفكر، ما بنفكر إلا بنار، وكونه نفك حميدتي ونخلي الكيزان برضه ما عملنا حاجه، لانه نحن اصلا كنا بنقاتل ناس دارفور بالتحديد، وجنوب السودان اللي انفصل، والجنوب الجديد، وجبال النوبه والنيل الازرق، ده كله نحن قاعدين نقاتل النظام المؤتمر الوطني، وقاعدين نقاتل الاحزاب يعني. فما كنا قاعدين نقاتل الجنجويد، كنا قاعدين نقاتل الاحزاب ونقاتل المؤتمر الوطني. عشان كده انا كان رؤيتي واضحه، وانه ما ممكن انا اجي اقف معاك انت كشمالي اشيل الجنجويد واخلي الشمال الصفوي القاعد اللي هو اسس الجنجويد، نشيلهم كلهم سوا، نشيلهم سوا كلهم، ندمرهم شت مع السلامه. وقبل اليوم ذكرت لكم قلت لكم يا اخي اسمه الدعم السريع عباره عن فزاعه ساكت، يمكن 30% ناس دارين ياكلوا عيش، 40% تابعين للجهاز الامني والمخابرات، و30% تابعين لحميدتي، 20% جابهم من الخارج، 10% بس تابعين له. ال 30% تابعين لحميدتي، 20% جايبهم من تشات ونيجر وبتاع. طيب، برضه في رسالة لأخواننا الموجودين هنا التشاديين اللي قاعدين يحضروني في اللايف. طبعا في ناس يقول لك يا أخي ما تجيب لنا سيرة التشات، على كيفك؟ على كيفك؟ ما على كيفك، غصبا أنك وكراك في رقبتك نجيب دولة التشات. انا ما قلت التشاديين او دولة التشاد مجرمة، لا ما قلت الكلام ده، انا قلت التحية للتشاد والشعب التشادي، وعندنا 12 معسكر احتضنوهم 18 سنة قاعدين، لكن في مجرمين من التشاديين جو قاعدين قتلوا في 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 في, في السودان، وجو قتلونا في دارفور وعدلة بالشوالات، وحتى في خلال جروبات انا اللي اخترقت الجروبات وجبت مكالماتهم الصوتيه، كانوا مشتركين بين تشاد والسودان، دي حاجه ما منكوره، كونك انت تجي تشاد تجي تعترضني تقول لي يا اخي انت ما تجيب دوله تشاد، على كيفك؟ والله انا اقول تشاد رقمي عن انفك، ولا على كيفك ولا بارك الله فيك اقول في مجرمين في تشاد، تظل مرض ولا شنو؟
فما في زول بيحددنا حبيبنا سلام عليك. انا بالذات احمد، انا احمد ده عندي يقين، يقين راسخ جدا كالجبال بانه انا ميت ميت، مش كونه في زول يقتلني ولا بتاع. اصل ربنا من خلق الدنيا، ما انت تمشي تشوف المقابر الناس المدفونين دي شنو، لا كدايس دي يعني، ما كان في ناس يا اخي انا ابويا ولدني مات، بتتكلم كيف هذول؟ فما في زول التمساح ما بيحدده بالغرق. فحبيبنا يا اخي ده كلام فارغ ساكت، والزول اللي بيقول انا داير اقتل وامسح ده ذاته، هو ذاته بيموت، هو ذاته بيموت. فانت بتفتكر نفسك انت بتقعد يعني؟ والله انت موت موت الضان. عموما ففي كميه بتاعت شمالين نتنين جدا وحقيرين جدا، وهم الحسي مشجعين القتل الموجود في الخرطوم ده. على فكرة أنا داير أقول لكم حاجة الليلة بس بالمنطق كده بس، ما في قضية زلط ولا في أي حاجة ده. بالمنطق بس الليلة ندقكم كده بالمنطق بس بحجة وبراهين عديل. شوف الحل موجود في الشمال، الحل ممكن الشمالين يدخلوا السودان في حرب أهلية، وممكن يمرقوها، وممكن يمرقوه من نفق المظلم الحسي فيه، وممكن يمرقوه من حس الجوع والتعب والاهانات والذله، وممكن يقرقوه في الطين. بدليل ما الكلام ده ما بيجي من دارفور، اول القيادات الدارفوريه كلها سقطت انتهى، ما في فينش، ما في الا جبال النوبه. تحيه لجبال النوبه، ودي قيادته الراسخه وناس ثابتين والتحيه لهم. لكن القيادات بتاع دارفور كلها سقطت، ما في قياده في الشعب، لكن ما في، محتاجين قياده. فاي زول بيتلفت للتاني يا جماعه القائد يبقى منو يا ربي نشيله ديل بتاع هناي كده، الناس في بحاجه لقياده. لكن الحل في الشمال، والشمالين جديرين بانه ممكن يعني يدخلوا البلد في حرب اهليه، ويدخلوه في مجاعه وجفاف وتصحر، وممكن يمرقوها. كيف؟ قول لي كيف. اول حاجه هم عندهم علاقه رسيقه جدا مع الضباط بتاع قوات الشعب المسلحة، لأنه أولادهم وسقار الضباط وممكن يتعاملوا معهم. وعندهم ضباط اشتغلوا في الكلية، اشتغلوا في الجيش، كان رفضوا النظام 89 البشير، والبشير رفضهم يعني. ديل الضباط اللي اسمهم فصلهم تعسفيا من قوات المسلحة، وبرضه عندهم تواصل مع سقار الضباط، ممكن عادي يعملوا انقلاب عسكري في 130 ضابط ده يخطون في فتيل، وبعد ذاك طوال ممكن مش احزاب دي ذات، ما في حاجه اسمها اي زول بتاع رئيس حزب قول له انت لو ابوك راجل تعال هنا، جه هناك تكلمش طوال الموضوع انتهى، موضوع مفروغ منه. ولا بحاجه لاحزاب، تنقلات كفاءات مستقله، مش قاعدين الكلام ده بيطنطنوا لنا في راسنا. بس مباشر يا حبيبنا الساعه 10 ويوم الجمعه الليله الساعه 10 وتلت هو انا قدامك. عموما الضباط قلت لك المفصولين تعسفيا عندهم علاقه رسيقه مع سقار الضباط، يقلبوها يجي يكونوا لها حكومه من كل البلد، ما فيه عنصريه وجهويه وقبليه وتفاصيل كثيره صح، يكونوا لها حكومه قوميه بس من جميع مكونات الشعب السوداني، تنقلات كفاءات مستقله، موضوع بسيط جدا والله، موضوع بسيط جدا، يقلبوها باهم اتزات ويحطوا في الرج. دي حجة والله، دي حجة وبرهان قوي جدا. لكن الشمالين الصفوة ما دايرين يركبوا الطيران زي الأفغان، عليك دينك من الله خلق الدنيا. في زول يا أخي هو الناس الخواجات هنا في الاتحاد الأوروبي قاعد يركبوا قطارات من دولة لدولة، بيخافوا ذاته من الطيران. هو زول لو راكب طيارة بس الطيارة قامت فوق ساكت بقول بس يا ربي بس الله ينزلها بالسلامة، هو راكب جوا الطياره بيقول ربنا ينزلها بالسلامه. شفت لكم زول بيركب ليه في جناح بتاع طياره يمشي من افغانستان لغايه امريكا؟ الشمالين طبعا دايرين الكلام ده، ما عندنا ذات وينشن طيارات كبيره زي دي كويس، ما الله اعلم، ما في دي طيارات امريكيه بتجيب الدبابات والمواد الغذائيه والاسلحه وبتاع في افغانستان كان وطارت فاتت امريكا. فانا ما اعرف ذاته يركبوا في ما اعرف في اباطشي ولا يركبوا لين في طياره بتاعت رش في الجناحين بتاع شمالين دايرين طبعا يعني. هم طبعا عندهم ثقافه بتاعت كميه طبعا حسب من الشمالين قاعدين معي هنا وبيعرفوا الكلام ده كويس، انا الكلام اللي قاعد اتكلمه. هم طبعا عندهم ثقافه بتاعت انه ما بيقدروا يعني ما عندهم جبر الخواطر كده يعني، ما بيقدروا بيكسروا خواطر بعض.
ودائما ابدا بمشي شنو بيتصلوا بعض بتلفونات، يا واد فلان وما ممكن، ونحن قبيل شفناك انت قاعد تتكلم في السوشيال ميديا وكنت تتكلم عن فلان وبتاع. الجبر بتاع الخواطر دي شفتها، واخوي فلان وكده، ده مو بودينا لبرا الامانه. عموما انا متاكد واثق الشيء اللي حصل الليله في الخرطوم انت لسه ما شفت حاجه، ما شفت حاجه، ده مش تساعة طويله ودقونه وساطور وبتاع، ده بسيط جدا. بس الدعم السريع شفته بالذات حميتي، هو داير يلقى رئيس، قال رفضوا الشماليين بلجينهم جد بحكم كلهم. ما هو هيمتي اصلا برنامجه هو اصلا مرتزق، وبرنامجه بيقول لك حباب البفتفة اكثر. تذكر كان في التلفزيون قام جاء قال يا اخي البشير، قال لي عنده هو مالكي وعنده فتوى بتاعت مالكيه، فقال لي يا اخي اقتل تلت ولا تلتين ما اعرف، وخلي التلت يعيش بامان. البشير كان لو كان عنده قروش مليارات دولارات شوفها له كده بالشنط كان طوالي. حبيبنا سلام عليك، هوي ما هو الكلام ما لوك لوك لوك، ما زول ده معروف كتال الكتلة. ما تفتكروا انه، والدليل على ذلك يعني هو طبعا الكيزان ورطوه، الكيزان والصفه والاحزاب وبتاع وناي ورطوه في البرنامج بتاع فضل الاعتصام. فيمكن لو ملاحظين في فضل الاعتصام ده كله ناسه، اللابسين كاكي بتاع جيش، اللابسين كاكي بتاع شرطة، اللابسين كاكي بتاع الدعم السري، كلهم ناسه. ما في زول يعني في العاصمة السودانية بيكون كتل الكتلة زي نعم عندنا السودانيين طبعا يعني ضعف النفوس، لكن الكتل زي ده والبشع الحاجات دي، الحاجات التفاصيل زي بتاع داعش دي كله ما الناس جايين من تشات، من نيجر، من مالي، من وحشين جدا. والوحشية دي تقوى في دارفور قسما بالله، وتتذكروا والدنيا ما معروفين. كان انا بكره اصبح ميت، وصل الموت ده حليفنا يعني، ما داير اتنين يتغالط يعني. شو الدنيا فانية في النهاية، نحن هنمش، والناس الموجودين في اللايف 724 نفر دول كده هيمشوا، ما في زول فيكم هيكون قاعد حيينا، كلنا نمشي. اي زول عنده لقمة ايش باكلها وبمشي، لكن قسما بالله وتتذكروا كلامي ده والله العظيم، لو ما ارتكبوا فيكم مجازر زي بتاع دارفور اقعدوا العبوا بس، اقعدوا العبوا يا شمالين يا وقحين انتوا، اقعدوا العبوا بس، اقعدوا قولوا ده خالي وده عمي، وعشان يطلوا ميتين ميتين ابو حالكم. انا دلوقتي اعتذرت، لكن معليش لانه حتى معكم الليله ما اعتذرت، تمام والله جد. اعملوا لنا شير يا جماعه، الناس اللي قاعدين جد اي دول ما يفتح قدومه ويقعد يعاين، والله العظيم اقسم بالله جد. والكلام انا حسي قاعد يقوله ابو رهف ده، في ناس بياخدوه بمحمل الجد، وفي ناس ما الموضوع بتاع الشمال ما زي الموضوع بتاع دارفور كونك تشتري بندقيه وتخط في بيتك في بيتك بس. لا لا لا، ده ما بيحل لك مشكله، ممكن يحملك لكن ما بيحل المشكله، لانه البلد لو كلها بقت ذخيره انت ذاتك الا تفيق ذخيره ساكت عشوائي، هتعمل شنو يعني؟ هتحمي نفسك كيف؟ انت قالك نفسك قاعد في دارفور في قريه عشان تشتري لك بندقيه، تحمي نفسك انت تحبل في مخك يا زول. انا بقول لك اشتري، لكن والله ما بيحل لك، لانه البلد لو قالت كا بالذات الخرطوم، شوف دارفور دي قالت كا من 2003، لكن برضه الناس قاعد تاكل وتشرب، لكن انت تاكل وين؟ لانه المطاعم هتقفل والافرام هتقفل والدنيا هتقفل. لو قالت كا لو ما اخذت لك 15 شوار قرقوش وشوال بتاع نص نص شوال بتاع عدس عشان تعملوا كده رشوشه، والله تموت ساكت جوا. بتتكلم كيف يا زول؟ عموما الشيء الحل انا قبل كده ذكرت لكم الحل 60 مره، لكن انتوا راسكم علي، انتوا ناس لؤمه جدا والله، خسيسين جدا. ما كلكم، في ناس من جزء منكم خسيسين، احزابكم دي يا اخي ميتين ابو اهلها يا اخي، والله اتفقت معكم، لكن انا اتوتر قطع الزلط يا جماعه ما بقدر كويس. ها والله جد اقسم بالله الناس دي حسي جاهزين عشان تسووا. قلت لكم في استخاره ضباط، وفي ضباط مفصولين تاع الصوفيين دي اللي يعملوا كونتاكت مع استخاره، ما محتاجين لثوره ذات انتفاضه، ما محتاجين له يقلبوها جوا بيهم ذاته، ما في حاجه اسمه يقبضوا هيمتي عشان جريواته دي هنا برا يقوركم عن 130 ضابط ده باشا، ما يقبضوا مساكت يقولوا خطين بس كده، دل 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 انتهوا، يصوروا بعدين يرفعوا في السوشيال ميديا، موضوع انتهى، دير قتلناهم. يمسكوهم يمسكوا اللعب، مسكوا الدوله طوالي، اي زول رئيسي دي بس جه بس نعم مع السلامه، برضه يموت زيهم ويرفعوا في السوشيال ميديا. ما في
في الكوره شفت زي صدام حسين، تتذكر لما مسك الحكم جماهم جت في القاعه كده قال لهم شوفوا واحد بس يقول كلمه كده بس توت انا حتى رقبت.